يا خوتي، باش نبين لكم باللي البراتيش راهم يتعاونوا مع جماعة الصوص في التشويش على الجزائريين في وسط يعني قارة إفريقيا وفي وسط الكوديفوار بالتحديد، يعني في الكان. هذه اللي راكم تشوفوا فيها يا خوتي امرأة جزائرية عادي كيما على بالكم، يعني احنا الجزائريين الحمد لله عندنا تنوع تاع ثقافات وتنوع تاع أجناس ونفتخر كامل بالحاجة هذه، يعني نفتخر بالجزائر بكل مكوناتها. عندنا ناس بيوضة، عندنا ناس سمورة، عندنا ناس نص نص. المهم يا خوتي عندنا تنوع كبير الحمد لله، يعني الجزائر قارة من الأخر. والحمد لله ثاني أنه كامل الجزائريين عندنا لهجة يعني مشتركة كامل، نفهم بعضنا كامل رغم اختلاف اللهجات واختلاف كلش. والحمد لله ثاني أنه الجزائريين كامل يشتركوا في حبهم للوطن هذا، للوطن الغالي هذا الجزائر. راح تشوفوا واش داروا لها مسكينه في وسط الكوديفوار عن طريق يعني باينه التشويش تاع بانوز الصوص هذوك وجماعه المغرب البراتيش كامل. برك خليوا اللايكات تاعكم، خليوا اللايكات تاعكم يا خاوتي، ماذا بيكم، لان الواحد راهو يدافع عن هذا الوطن وراهم يسينياليهم دايرين حاله في القناه ما همش حابين الحقيقه توصل. تفرجوا خاوتي يا ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. بغيت نوضح المعمعه اللي راهي صاريه على جنب هذا الكومنتار. كيما راكم تشوفوا يا خوتي شكون اللي نشر هذا الفيديو؟ شكون اللي راهو ينشره؟ نشره واحد من بانو الصوص. راكم تشوفوا يعني اللغه اللي راهو كاتب بها الاسم تاع الحساب تاعو، وكاتب يعني تعليق انه الجزائريين في الكوديفوار رفضوا يمدوا لهم كيما نقولوا الاكل الحلال، لانه الجزائريين البشره تاعهم سمراء كيما هذه المراه. الو، اولا الفيديو ما عنده حتى علاقه بالعنصريه. كي قلت باللي ما بغاوش يعطوني الماكله كنت اولا على سكان ساحل العاج، ثانيا لانه كلش بلاليس، الجزائريين لازم يكونوا مع الجزائريين والاخرين لازم يكونوا مع الجروب نتاعهم. ثالثا سكان ساحل العاج استغربوا لانه ما على بالهمش باللي الجزائر قاره ورانا مختلفين، رانا متنوعين ياسر. جاتهم شويه بيزار كيف سمراء البشره ومن الجزائر. كما راكم تشوفوا يا خاوتي حاجه ما كاين والو، لكن خلقوا منها بلبله كبيره بالبزاف. المراه هذه بكل بساطه راحت لوتيل، وفي هذاك لوتيل يعني يوزعوا الاطباق على حساب الجنسيه تاعك. انت جزائري مدولك ماكله حلال، انت ماك جزائري مدولك ماكله اخرى، هكذا ولا لا يا خاوتي؟ هكذا اكو معايا. المهم الايفواريين ما كانش على بالهم باللي الجزائر فيها حتى ناس يعني البشره تاعهم سمراء. الى حد الان نورمال، يعني ما عندهمش معرفه، مساكن ما يعرفوش يا خويا، نورمال عادي. قالوا لها انت يا بالك راكي انت حلتي صفه جزائريه باش تاكلي مع الجزائريين وتدي يعني حق الجزائريين وكذا. حتى يا خوتي فهمتهم وقالت لهم انا جزائريه وهم الجزائريين واني جيت معاهم وكامل يعرفوني ونعرفهم وكذا، عادي، امر عادي جدا. كبروه وراهم يشيعوا فيه وينشروا فيه كيما نعت لكم الصفحه هذيك تاع الصوص نشراته، كارثة. فهمتم هذا بكل بساطة وقلت لهم حتى الجزائر فيها مختلف الأجناس. على العكس تماما، الجزائريين كانوا معايا في هذيك اللحظة وفهموهم باللي هذه راهي معانا وراهي جات معانا، وفرحوا بزاف وكلينا والأجواء بزاف هايلة بيننا وبين سكان ساحل العاج، خاصة أنهم جاو يسبورتيو معانا هذيك النهار كي لعب المنتخب الوطني، جاو يسبورتيو في الجزائر. للأسف الشديد باش ياخذ فيديو على موقف طريف صرا على جال تنوع الثقافات في قارة إفريقيا، ياخذ هذا المنحنى، نتأسف جدا أن لحقنا لهذا المستوى والهدف واضح. خير الكلام ما قل ودل. جماعة في الأخير بغيت نقول لكم باللي الفيديو راه مترجم باللغة الإنجليزية باش حتى واحد ما يعي روحه ويترجمه. نختم الفيديو تاعي بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الفتنة أشد من القتل. تهلا في روحكم. كيما راكم تشوفوا يا خوتي وتكلمت وحكات باللي يعني كاين ناس راهي دير في الشيء هذا، كاين ناس راهي تستغل في الفيديوهات تاع الجزائريين سواء عن طريق ترجمتها، سواء عن طريق نشرها في جروبات تاع الايفواريين، سواء عن طريق نشرها في جروبات الجزائريين. المهم حابين يخلطوها بين الجزائريين والايفواريين، حابين يفسدوا الصوره تاع الجزائري في كل افريقيا يا خوتي. هذا هو الهدف تاعهم، والهدف تاع البراتيش والهدف تاع الصوص نفس الهدف، اشتركوا في هدف واحد واللي هو الجزائر. رانا مهبلينهم ما خلينا فيهم والو يا خوتي من الاخر. زيدوا تفرجوا الفيديو هذا مليح دوك تفهموا الحكايه من الاول للاخر. هذا هو الفيديو يعني اللي انتشر بشكل كبير تاع نفس هذه المراه الجزائريه. تفرجوا خوتي يا شوف جماعه، جيت نحكي لكم اش صرالي دركا. لوطيل اللي راني فيه هنايا في كوديفوار راهم كاينين تاع غينيا وكاين جزائريين. جيت باش نفطر، كاين ريستورون اللي فيه الجزائريين وكاين ريستورون اللي فيه الغينيين. يا خوتي تحكي نورمال، تحكي ليكسبيريونس تاعها للجزائريين باش تفهمهم باللي يعني الافارقه ما يعرفوش باللي كاين تنوع كبير في الجزائر.
بلي الجزائر قارة، الجزائر فيها كلش، الجزائر كذا وكذا، راكم فاهمين؟ جيت نفطر قالوا لي انت منين، قلت لهم جزائرية، داوني ريستورون تاع غينيا. كي سقسيتو على هذا اللحم حلال قال لي علاه جوز دو، قلت له شو الجيريان، قال لي تاع لي زالجيريان راه من لوط كوتي. رحت لوط كوتي ما حبوش يعطوني الماكلة، ما حبوش يعطوني الماكلة، حتى قالوا لهم جزائريين بلي هذه راهي جات معانا. كما راكم تشوفوا هي نورمال، هي مقصره، ما هي زعفانه، ما هي مقلقه، لكن وش راهم ينشروا، وش راهم يهدروا وكذا، انه الجزائري هذه تقلقات وكذا ومنا، يا اخي حاله بعد. سو امبارسين، تسمى شويه ما فطرش حتى عشان تفهم السيد باللي كاين ناس سماره في الجزائر. هذه هي الحكاية وما فيها يا خالتي، هذا فيديو آخر هم نشروه وحابين يفزدوا يعني العلاقة بين الإيفوريين والجزائريين، لكن رغم هذا الشيء كامل الإيفوريين فاقولهم، فاقوا باللي كاين حملة، فاقوا باللي كاين حاجة أنورمال راهي صارية، فاقوا باللي كاين عباد مراض بالجزائر، فاقوا باللي الجزائر مستهدفين من كل الجهات، ومن بعد أنا راح ندير لكم فيديو وتشوفوا مليح باللي فاقولهم يا خالتي، جماعة الإيفوار الايفوريين يا خوتي يعني ولو يدافعوا عن الجزائريين، اقسم بالله ناس مسالمين، ناس غير تاع زهو تاع قصره، زادوا لقاو الجزائريين راكم على بالكم حنايا غير تاع هول وكذا، فتلاقينا مقصرين معاهم نورمال، يسهروا معاهم يا ودي الدنيا زاهيه، شتو العاصمه هذيك ابيجان ولا بواكي ولا معمره بالجزائريين غير يعني تاع قصره، يقصروا ضحك منا يشطحوا معاهم يا ودي كلش مريقل، فما عجبهمش الحال حابين بالسيف يفزدوها، ولاو يديروا العفايس هادو، العفايس ارواح ارواح تواجهني فصفاص، ارواح لي في الوجه، ارواح في الوجه، ما تبقاش تنشر فيديوهات وتستغل الفيديوهات تاع الجزائريين وكذا، او قادرين حتى حنا نديروا كيفكم، لكن حنا ماناش مخدومين كيفكم، ها فرق شاسع وواسع بيننا وبينكم، فهمتوا؟ قادرين نديروا كيفكم، سهلة خلاص، سهلة خلاص، قادر انا من هنا من وسط يعني الدار، يعني مانيش حتى في كوديفوار نحكم فيديوهات تاعكم ونترجمهم وننشر منه ننشر منه، بصح ما عنديش الوقت ليكم، ما عنديش الوقت، انا عندي الوقت باش نرخصكم برك، فهمت؟ ما عنديش الوقت زعما باش نفزد لك السمعه تاعك وكذا، ما عنديش، انا عندي الوقت باش نرخصك وباش ما نخلي لك والو، هذه هي البرتوشي، انتوما غير تعكف، تعسق لو كف، الجزائري مشبعكم هذه الحاجه، اقسم بالله عندكم متلازمه، شو اسمه هذيك متلازمه ستوكهولم ولا عفسه تاع اللي يحبوا الضرب، هذيك هي مخدومين كيما هكذاك يا البراتيش انتوما. المهم كامل يا خاوتي خليوا اللايكات تاعكم، خليوا اللايكات تاعكم، الفيديو هذا نسحقه يوصل للجميع، وجميع جزائري يعني لازم عليه يتفاعل مع هذه الفيديوهات لي يعني نفضحوا فيها الحقيقه وش راهو صاري وش ما راهوش صاري. السلام عليكم خاوتي، وتحيا الجزائر اليوم وغدوه بكل مكوناتها من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب، السلام عليكم.